رشيده لما تقولي لها راجلك ما خدامك كتولدي؟ وهي نفس المشاكل اللي طرقت الاستاذه بعد، وهما بان غادي تولد، بان غادي الراجل غادي يبقى في الدار غتشدو ما غادي يمشيش، وبالعكس هذا هو المشكل الكبير علاش الراجل كيهرب من الدار. وزيد هادشي كان كاينه البريسيون فاميليال، كتجي مثلا العجوزه كتقول لها علاش ما ولدتيش وعلاش ما جبتيش وعلاش ما خويتيش، وما كيشوفوش المشاكل اللي كتعيش هذيك المراه المسكينه اللي القضيه اللي انا كيخلق. هل هي ضحيه ام هي من اوجدت نفسها في هذا المازق؟ لان في نهايه المطاف ديما كتكون دائما ضحيه، دائما كتشوف ضحيه من طرف الاسره ديالها، الام اللي كتدفعها باش انها تتزوج في السن المبكر وتنجب في السن المبكر، عاوتاني كتدفعها واحد المشكله اخر من عند العجوزه، وفي كتكون لي كونديسيون دو في ديالها وشنو غتاكل، وهي بدا عندها الطموحات ديالها، وهي بدا عندها الرغبات ديالها، وعندها شي طلب شي حوايج اللي حقها هي تعيشهم كمراه. بالنسبه لي ما كتستافدش منها، إنسان كيتزوج مثلا اذا كانت لي كونديسيون دو في عند امها ما كتوفر لها شي، كتمشي عند الراجل كتقول على الله عند هذا الراجل هذا غادي يوفر لها شي حوايج، اذا هي كتمشي للبير